السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ وبه نستعين. نبدأ بالتدريب الأول من تدريبات برنامج Instant WordPress، وهو التدريب الخاص بتركيب البرنامج. أهدافنا في هذا التدريب أن يتم تركيب البرنامج، ثم الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بالمشرف، وأخيرا الدخول إلى المدونة وتسجيل الخروج منها. أولا نقوم بالدخول إلى القرص الضوئي المرفق مع كتاب التدريبات، وندخل إلى مجلد الوحدة الثانية إدارة المواقع. سنجد المجموعة من الملفات المضغوطة، نختار الملف المسمى Instant WP اختصار لInstant WordPress، ثم نقوم بنسخ هذا الملف المضغوط إلى سطح المكتب. بعد أن قمنا بنسخ ملف البرنامج إلى سطح المكتب، نقوم الآن بفك الضغط عن الملف بحيث نضغط عليه بالزر الأيمن ونختار Extract Here أو نختار استخراج الملفات. بعد أن يستخرج الملفات في مجلد آخر، من الأفضل أن يتم تغيير اسم الملف، ولكن يجب أن تكون الحروف إنجليزية. فمثلا يمكن أن تغييره إلى اسم الطالب، ولكن كما ذكرنا يفضل أن يكون باللغة الإنجليزية حتى لا تواجهنا مشاكل أثناء تشغيل المدونة. للدخول للبرنامج نقوم أولا بالدخول للمجلد الجديد، ثم ننتقل لأيقونة الخاصة بـ Instant WP. بعد أن ندخل إليها تظهر لنا واجهة التطبيق. يظهر لنا أن شاشة البرنامج تتكون من 6 مناطق أو 6 أيقونات رئيسية. أيقونة الووردبريس أدمن تسمح للمستخدم بالدخول للمدونة كصاحب المدونة. ووردبريس فرونت بيج تسمح برؤية المدونة كما يراها الزوار. ثيمز فولدر تسمح باختيار قوالب للمدونة. البلجن فولدر تسمح بالحصول على إضافات بالمدونة. الدوكيومنتيشن تقدم المساعدة. الماي اس كيو ال ادمن هي أيقونة للدخول لقواعد البيانات الخاصة بالمدونة، ولكن لا ينصح بالدخول عليها في الوقت الحالي. نضغط الآن على أيقونة ووردبريس ادمن، وذلك للدخول إلى لوحة التحكم. تظهر لنا شاشة لكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. دائما يكون اسم المستخدم كلمة ادمن، والباسورد هي كلمة باسورد، ونختار اللغة العربية ثم نضغط على لوجين. هذه هي الشاشة الرئيسية للمدونة. هذه المنطقة تحتوي على أدوات التصميم والتحكم، ومن هنا نستطيع تغيير اللغة. من هنا نستطيع زيارة المدونة ومشاهدتها كما يشاهدها الزوار. هذه المنطقة تقدم إحصائيات عن المدونة، كم عدد التدوينات، كم عدد الصفحات والتصنيفات وما إلى ذلك. أما من هنا فنستطيع تعديل حساب صاحب المدونة أو الخروج من لوحة التحكم. هذه المنطقة هي منطقة التدوين السريع، فممكن كتابة تدوينة بشكل سريع من هنا. نجرب الآن إضافة تدوينة سريعة. أكتب العنوان ترحيل. ثم بعد كتابة المحتوى نضغط على زر نشر. الآن انتقلت التدوينة إلى المدونة. لزيارة المدونة ورؤيتها كما يراها الزوار، نضغط على أيقونة عنوان المدونة الموجودة في يمين شريط التحكم. هذه هي صفحة المدونة، وهذه التدوينة التي كتبناها. ثم نضغط على أيقونة عنوان المدونة الموجودة في اليسار من أجل أن نعود إلى لوحة التحكم. إذا أردنا الخروج نضغط على مرحبا آدمن، ثم تسجيل الخروج. هكذا خرجنا من لوحة التحكم.